Thank you.
Oh.
ولا سوف يعطيك ربك
انور الشحات محمد الورد، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، والذي ننقله لكم من قرية قلب الحنة مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية. معا ايها الاحباب نعيش مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها فضيلة الشيخ عبد الرحمن يعقوب الداعية الاسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وصينا أمينا سابقا ووصيناكم يا أمك محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى تحقق للإنسان سعادة الدنيا وكرامة الآخرة. وقبل أن أذكر بعض الآيات التي تتعلق بهذه الفضيلة العظيمة، أحب أن أبين أن تقوى الله سبحانه وتعالى تتحقق بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالإنسان المسلم الذي يجتنب كبائر الإثم والفواحش ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى هو الإنسان الذي يجعل بينه وبين رضا الله حاجزا، لأن غاية التقوى حينما تتقى الله سبحانه وتعالى فإنك بذلك تجعل حاجزا بينك وبين الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا يقيك من دخولها. وهذا الحاجز يتحقق كما قلنا لفعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه. والمسلم العاقل هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه، لان الله عز وجل يغضب ويرضى، يغضب غضبا يليق بمقامه، ويرضى رضا يليق بجماله بجلاله. وجاء في الحديث القدسي: اذا رفعت رضيت، واذا رضيت باركت، وبركتي لا نهايه لها، واني اذا عطيت رضيت، واذا غضبت لعنت، ولعنتي لا نهايه لها. فالانسان العاقل هو الذي يفعل او يفعل الصالحات ويجتنب المنكرات، وهذه هي حقيقه التقوى. وربط الله عز وجل تقواه وخشيته بكرامه الدنيا كما قلنا وبسعاده الاخره. حق الانسان التقي اي الذي يخاف الله ويخشاه حسبه ان الله يكون معه. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه فمن يكون عليه. والله لو اجتمعت شياطين الانس والجن على ان ينالوا من انسان معه الله فلن يناله شيئا ابدا. فتقوى الله سبحانه وتعالى تحقق حزب الله، وتحقق كذلك رزق الله، كما قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا تظن ان المخرج هنا في مجال الرزق فقط، وانما يجعل الله سبحانه وتعالى لمن اتقاه مخرجا من كل ضائقه اذا ضاق به الحال واتعه عليه، واذا ضاق به الرزق يسره له، واذا وقع
وقف امام ظالم نجاه الله منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنصوص في هذا المعنى كثيره، وخلاصتها ان الذين يتقون الله سبحانه وتعالى في هذه الحياه يجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يتقوى صاحبها في الاخره. انظر الى قول الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. فالتقوى مجالها هذه الحياة، ومع ذلك تنتقل من الآية مباشرة الى الدار الآخرة. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا ينجيكم أيها الناس من هول ذلك اليوم ومن شدة هذا الموقف إلا أن تكونوا قد استقيتم الله في هذه الحياة. وهكذا لو تتبعنا الآيات القرآنية الواردة في هذا المقام ما وسعنا المقام. فإذا انتقلنا إلى بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف عند وصيته لأحد أصحابه. وصى أحد أصحابه فقال: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بصدق حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت يفيد أنه ينبغي على الإنسان أن يصطحب تقوى الله عز وجل في السر والألم، في السراء والضراء، في كل أمر يمر به. لأن الإنسان تعتريه في اليوم الواحد لن وفي الساعة الواحدة أحوال كثيرة، فتارة يكون مع نفسه، وتارة يكون مع أهله، وثالثة يكون مع أصحابه، ورابعة يكون في عمله، وخامسة يكون في سوق، وهكذا. ينبغي على هذا الإنسان أن يتقي الله في كل أمر من أموره وفي كل شأن من شؤونه، لأن الله مقتدر عليه في كل أموره. ولعلي أذكر في هذا المقام هذه القصة التي وردت في كتاب الله سبحانه. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فدخلت عليه السيدة خولة بنت ثعلبة أو خولة بنت حلم. كان لهذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها كان لها مشكلة مع زوجها حوت ابن الصامت رضي الله عنه. دب بينهما خلاف فقال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي في الحرمة كحرمة أمي. وهذا الطعام كان يعد طعاما في الجاهلية، فلما سكن غضب الرجل أراد أن يسترضيها بنفسه فطلبها لفراجه، فأبت وامتنعت وقالت: والله لا أسلم نفسي إليه حتى يقضي بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه راضي الشريعة، راضي هذا الدين، إليه المخشى وإليه الحب صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور حياتنا. وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ما وقع لها من زوجها، والتمست الحكم عند رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد حرمت عليك. فلما علمت أنه اجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس وحيا
سبحانه وتعالى ردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما حرمت عليك، لانها علمت انه اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل عليه في ذلك وحي. فقال لها لقد حرمت عليك، قالت ما حرمت عليك. ثم اتجهت الى الله ورفعت يديها الى السماء وقالت اللهم انك تعلم ان لي من مؤلاتي ان ضمنتهم الي اجاعوا وان ضمنتهم الي باعوا، اللهم اني ادعو اليك. فوالله ما انزلت يديها حتى نزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقط بالمرأة ويقف بجانبها ويجد لها حائلة ومخرجة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لقد كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله اسمع كلمة وتغيب عني اخرى والله يسمعهما من فوق سبع سماوات، سبحان من وسع سمعه الاصوات كلها. فالشاهد هنا ايها الاخوة ان الله رقيب وان الله مطلع وان الله عليم وان الله محيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم ان يتذكر هذه الامور وان يفر الى الله. الى اين المذهب والى اين يذهب الانسان؟ وكما تكون التقوى في السر كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر والعلم، فانها تتحقق من القليل والكثير. قال عليه الصلاة والسلام تكو النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تعطيها لإنسان ترد بها نفسه وتدفع بها الحاجة التي يجدها، هذا النصف من التمرة يدخلك الجنة ويجعل عينك وبين النار وقاية تقيك منها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا أمانينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع هذه الكلمة الطيبة حول تقوى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عشنا أيها الإخوة الأحباب مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن يعقوب الداعية الإسلامي، ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة التي ننقلها لكم من قرية صف الحنة مركز أبو حماد لمحافظة الشرقية. معا أيها الإخوة نفتقر إلى الله ونرفع إليه أقل الصلاة. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح، اخفيت ذنب العبد عن كل الورى غرما فليس عليه ثم جناح، منك التفضل والتكرم والرضا انت الاله المنعم الفتاح. نعم نستقبل الى الله مع فضيلة المستهل الشيخ علي محمد الجاوي. ربنا 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 رب
يا